ما في القرآن من بعض الآيات المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفاً عن آلامه النفسية والبدنية وتصبيراً له وتقويةً لعزيمته وتسليةً له مما يصيبه من أذى الكافرين. وهذا شأن كل مسلم وكل داعية وكل عالم وكل واعظ وكل موجه إلى الخير، أنه لا بد من أن يلاقى بأعمال منافية لما يبلغ به ويدعو إليه. يدعو إلى الخير فيواجه بالشر، يدعو إلى الإيمان فيواجه بالكفر، يدعو إلى اتباع الهدى فيواجه بالضلال. كل داعية لا تستقيم دعوته ولا تنتشر إلا بعد صبره وصموده وحرصه الشديد على إبلاغ الدعوة. يسمع من هذا ما يحزنه ويجد في نفس الوقت من الناس من يقبلون عليه ويهتمون بدعوته ويتبعون سبيل الرشاد الذي يدعو إليه. فما أحوجنا إلى أن نكون دعاة هادين مهتدين، وما أحوج الناس أجمعين إلى أن يستمعوا إلى الحق وأن يجتمعوا إليه وأن يعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالإقبال على أهل العلم وطلبته للاستفادة وللتوجيه وللمشاركة بالرأي والمشورة.